السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نسولف مع بعض عن برامج أدوبي الأكثر استخدام للمصممين والممثلين وصناع المحتوى. أنت حاب تتخصص في مجال التصميم الجرافيكي وتبدع فيه، لازم تتعلم أقل شيء في هذا الوقت 2023، لازم تدخل وتتعمق في برنامج الفوتوشوب وبرنامج الستريتر وبرنامج انديزاين. برامج رئيسية ثلاثة اللي هي الفوتوشوب والستريتر وانديزاين، هذه متخصصة في الجرافيك. إذا أتقنتها بشكل حرفي راح تشتغل بأفضل الشركات مع الخبرة. إذا حاب تتخصص أو تدخل في مجال صناعة المحتوى وصناعة الإعلانات القصيرة وصناعة فيديوهات الموشن جرافيك والأشياء الخاصة في السينما، فراح تتخصص في أدوبي بريمير برو وأفتر إفكت، لأنه فيها الكثير من المميزات داخل هذا البرامج، وهي برامج عملاقة يتم استخدامها في صناعة الأفلام من الشركات العالمية. الآن ب 2023 لازم تتعلم الأساسيات بهاي البرامج. الذكاء الصناعي ما راح يغنيك أبدا عن هاي البرامج الرئيسية، لأنه حرفيا لازم تتعلم أساسيات هاي البرامج إذا حاب تدخل صناعة المحتوى والتصميم الجرافيكي. وهذه باختصار حول برامج أدوبي الأكثر استخدام من صناع المحتوى والممنتجين والجرافيك أو مجال الجرافيك والتصميم الجرافيكي. إذا عجبتك هذه المعلومة لا تنسى تتابعني في السوشيال ميديا، والسلام.